أول باكورة هذه الإصلاحات هو إصلاح الضريبة بالنسبة للضريبة على الدخل كما لاحظتم، وهي موجودة في قانون المالية وسوف تدخل في حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2022، وهذا ما سيسمح للعاملين والموظفين طبعا بتحقيق زيادة في رواتبهم. وبتعليمات من السيد رئيس الجمهورية كنا وضعنا كل الترتيبات من أجل إعادة مراجعة النقطة الاستدلالية في جويلية 2022، ولكن السيد رئيس الجمهورية وجهنا بإعادة النظر في هذا النقطة الاستدلالية، وهو طبعا ما يدل على حرص السيد رئيس الجمهورية على دعم كل فئات العمال والموظفين، وهذا بزيادة الأجور عن طريق مراجعة هذه النقطة الاستدلالية التي سوف نتمها إن شاء الله قبل شهر أفريل 2022، وهذا ما سوف يدعم أجور العمال والموظفين بصفة عامة.